انتصار السواعد التونسية إلى ربع النهائي ومعلول واثق من حمد الهوني في الترجي. هذه التفاصيل والنشرة الترجية سيعزز الإطار الفني قبل كل شيء للمكشخة. المعد البدني خليل أجبابلي مع المحافظة على المعد البدني صبري البعزيزي، مع التذكير وأن الإطار الفني للمكشخة واللي يقود المدرب نبيل معلول تم تعزيزه منذ يومين بالمدرب المساعد نادر داود، إلى جانب كل من المدربين المساعدين أنيس البوسعيدي وأمين اللطيفي. وقبل العودة إلى التدريبات في أقل من 10 أيام باش يكون الجناح الليبي حمد الهوني من الأجانب الذين سيواصلون مع الترجي الموسم القادم رفقة محمد أمين توغاي وسيني كوليبالي وصبر بوغرين وكذلك إيوالا. وإذا كان بقاء توغاي وكوليبالي طبيعي وبقاء بوغرين وإيوالا جاء بطلب من رئيس النادي حمد المدب، فإن بقاء الهوني جاء برغبة من المدرب نبيل معلول نفسه الذي وضع الثقة الكاملة في الجناح الليبي ويراه عنصرا مهما في خططه الفنية. الكوتش معلول كان ينوي جعل جهة الهوني وإلياس الشطي نقطة قوة الترجي، لكن خروج الجزائري بعثر بعضا من حساباته. ومع هذا لا يزال معلول ينوي التركيز على الهوني مع قدوم دقدوق ويضع فيه ثقته، في انتظار يؤكد الهوني هذه الثقة ويرفع المستوى في آخر موسم له مع الترجي قبل نهاية العام. في الختام نحكي كرة يد والكأس الإفريقية المقامة في مصر. فاز المنتخب التونسي على الرأس الأخضر بواقع 30-24 في اللقاء الذي جمع بينهما البارحة، وحسم صدارة المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية للكرة اليد الرجالية المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة. وضرب نسور قرطاج موعدا مع منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ربع النهائي من عمر البطولة، ورفع بذلك منتخب تونس الرصيد إلى 4 نقاط وتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الرأس الأخضر عند 2. ونجح منتخب تونس في فرض شخصيته على منافسه منذ البداية، وحسم الشوط الأول لمصلحته 14-10 بفارق 4 أهداف عن منافسه، فيما وصل السيطرة على الشوط الثاني وزاد الفارق بينه وبين منافسه ليصل إلى نتيجة 30-24، وحسمت القمة لمصلحتها بفارق 10 أهداف. وشهدت المقابلة حضورا جماهيريا تونسيا قليلا حريص على دعم اللاعبين بكل قوة سعيا وراء الفوز. وتحسن الأداء الهجومي للمنتخب تحت قيادة مدير نيسا مسعيدي، ولكن لا تزال الأخطاء الدفاعية تمثل له صداعا كبيرا في سباق المنافسة على لقب بطل أمم إفريقيا لكرة اليد. وقبلها شفنا في وهران المنتخب التونسي لكرة اليد في اختبار أمام المنتخب المصري، ربي يستر في المربع الذهبي وإن شاء الله الأولاد يعملوا المليح ويجيبوها.